اليوم غادي نحضر معكم شامبو أو شامبوان طبيعي لتقوية الشعر وتغذيته وترطيبه. بقوا معايا باش نشوفوا المقادير. بسم الله، غادي نبداو في تحضير الشامبوان ديالنا او الشامبو ديالنا. هاد الشامبو طبيعي يعالج تساقط الشعر ويعالج ايضا الشعر المتضرر بسبب الجو، الشمس او البرد او حرارة السيشوار او الصبغة، اي تضرر تتعرض ليه الشعر. وفي نفس الوقت فيه مواد طبيعية مفيدة لنا. تنحتاج للقرنفل، تنحتاج للماء معقم، جل الويفيرا، وزيت اللوز أو زيت الأرغان حسب الأشياء المتوفرة لنا. تنحتاج الجليسرين النباتية والقرنفل بودرة والبيكربونات. هذه الأشياء كلها فيها فوائد للشعر، سواء كانت لتقويته او باش نوقفوا التساقط ديالو او في علاج الشعر المتقصف. ايضا غادي نقوم بعلاج الشعر المتقصف بواسطة الجليسيرين النباتي وبالويفيرا ايضا. غادي نبداو نحضروا في الشامبوان ديالنا. سنحتاج للماء المعقم 30 سنتيلتر، ماء معقم أو ماء القنينة اللي تنشريه من السوق. سنحتاج الجل ألويفيرا الطبيعي 30 سنتيلتر، ممكن نلقاوه في الصيدلية أو الفارماسي. جل ألويفيرا سنحتاج 30 تحتاج 30 سنتيلتر ماء و 30 سنتيلتر جل الويفيرا اللي تغذي لنا الشعر و تفيد لنا بزاف. تنحتاج لملعقتين من البيكربونات. البيكربونات تتعالج لنا قشرة الشعر وتقوم لنا بتنقية الشعر من الأوساخ أو الغبرة او التلوث اللي كاين في الخارج، خارج البيت. ملعقتين من بيكربونات الصودا. سنحتاج لبودرة القرنفل. القرنفل فيه فوائد كثيرة كثيرة للشعر، تقوم لنا بتعقيمه ضد البكتيريات، تساعدنا في تطويل الشعر وفي علاج تساقط الشعر ايضا. تنحتاج لزيت اللوز او زيت الارغان حسب الزيوت المتوفرة عندنا. اللي ما عندوش زيت اللوز ممكن يستعمل زيت الجوجوبا لانه ايضا يقوم بتغذية الشعر. 4 ملاعق.
تنحتاج للجليسرين النباتي، الجليسرين النباتي جوج ملاعق كبار، جوج ملاعق كبار من الجليسرين النباتي لمغذي للشعر و مغذي الشعر وترطيب وتقوم بالترطيب ديالو. الجليسرين تستعملوه بزاف في لي ماسك بالنسبة للشعر أو البشرة. تنقوم بتخليط جميع هاد المواد وبعد ذلك تنقوم بوضع هاد المواد كلها في قنينة. من الأفضل تكون قنينة من الزجاج، ما يكونش البلاستيك. هاد الشامبو طبيعي وممكن أي واحد يقوم بتحضيره، وممكن نعملوه بالنسبة سواء رجال أو نساء أو حتى الأطفال. بالنسبة غادي نستعملو أيضا زيت المركزة للنعناع أو لويل إيسونسيال دو لامونت بوافغي، تنحتاجو لعشرة قطرات. بالنسبة للمرأة الحامل أو الشخص عنده دي بروبلام كاردياك، من الأفضل يتفادى الزيت المركزة. بالنسبة لزيت المركزة للنعناع تتساعد في لابوس دي شوفو. بالنسبة للناس اللي بغاو شعرهم يطول تتعطي واحد الانتعاش أيضا، وفي فوائد كثيرة ضد البكتيريات أيضا. تنقوم بإغلاق القنينة، ومن الأفضل نقوم بتحريك القنينة قبل كل استعمال. غادي نخلي لكم جميع المقادير في آخر الفيديو. وإذا عندكم شي سؤال بالنسبة لهذا الشامبو ما كاين حتى مشكل، مرحبا بالأسئلة ديالكم، أو عندكم أي طلب مرحبا بطلباتكم وبالأسئلة ديالكم. بالنسبة لهذا الشامبو ضروري من القرنفل لأنه مادة أساسية في هذا الشامبو، لأنه هو اللي تساعد في توقف تساقط الشعر. إذا ما كانش السبب صحي خاص تعملوا تحاليل باش تعرفوا بأن ما عندكمش فقر في الدم، لأنه تيكون سبب من أسباب تساقط الشعر. كي تشوفوا خليت المقادير باللغة العربية واللغة الفرنسية. نتمنى هذه الفكرة تعجبكم وتشاركوها مع العائلة ديالكم مع أصحابكم، وتنقول لكم مع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله في أمان الله.